السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية. اليوم الخميس 24/6/2021، قناة سوق المواشي في إدلب وشمال سوريا. احنا اليوم بسوق البقر بمعرة مصري. ما شاء الله تبارك الله يا شباب، هاي بكيرة بلدية عم تنباع أضحية، يعني انبعت بها يا شباب 8500 ليرة تركي، بكيرة بلدية ما شاء الله سمينة والله. طبعا يا شباب اليوم سعر لحم العجل بالعشرين ليرة تركي، يزيد وينقص يعني حسب خشانة العجل واللحم الطيب اللحم المتوسط. بالنسبة لسوق الفاجم اليوم بالخمسة وعشرين ليرة تركي وتحت، يعني سقفه 25 ليرة تركي. البضاعة شوي قليلة بالسوق، بمثل هالحلال هذا يا شباب بالسوق. اللهم صل على محمد، ما شاء الله بقرة خشنة هامة، اللهم صل على محمد. وراها هذا العجل يا شباب ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا شباب تلقحت من اسبوع، موجودة عند اخونا ابو ياسين عارضها للبيع، هي والعجل اللي معاها. والله العجل اللي معاها ما شاء الله. ايش قد عمر ابو ياسين؟ والله هذا التالت يعني نظامي الان، ما معه علامات في اساس تنويه بس. ما شاء الله تبارك الله، والله خشنة ما شاء الله، اللهم صل على محمد هامة. ايش قد طالب بيه ابو ياسين؟ والله يا عم اطلب من الله 22 2200 دولار. طبعا في مراعاه. ايش قد اندفع لك؟ اندفع لك شيء؟ والله لسه ما حضرت انا شيء مشان ما يصير كذب. يا شباب اخونا ابو ياسين سمح ان شاء الله بالبيع والمشترى، يعني اللي له بيها مصلحه تحلب كفاله 19 كيلو ما شاء الله، خشانتها ممتازه وعجلهم جيد جدا ما شاء الله تبارك الله. اللي له بيها مصلحه يا شباب يتواصل معنا، نوصلوا مع اخونا ابو ياسين. هاي احنا يا شباب عند اخونا ابو جمعه الدلال، ابو جمعه من معرض مصري الله يجزيه الخير، عنده هالبقرات اذن ضحايا يعني عم ينباعن. باعن انسامن اثنين هذين الوسطانيات انسامن ب1250 دولار تقريبا، يعني 1250 دولار. ابو عبدو هذا من وين جاي البقر هذا؟ هذا من منبج. من منبج جوان؟ نعم هذا استيراد. ايه بقر كله ضحايا. كيفك غيث؟ شلون امورك؟ شلون السوق اليوم؟ للاحسن ان شاء الله. نازل تتعلم المصلحة ها؟ بدنا نصوي دلال بالعطلة الصيفية، ليش ما تروح تسوي دورات مشان تكمل دراستك؟ اوعى تترك الدراسة ها؟ الله يجزيك الخير يا غيث. وهاي الشباب البكيرة اللي الآن صورنا لكم إياها عليها بازار. الله يعطيك العافية يا أخوي أبو محمد. أهلاً وسهلاً. الله يحفظك، هاي أنت اشتريتها صح؟ اشتريناها. بش قد اشتريت الكيلو؟ 22. وزنت 433، ايش قد صار حقها؟ سوى حقها 9416 ليرة. 9416 ليرة. عندي صاحب عزيز علي. ايوه. وصية يعني. نعم. تضحى الملك هاي. ايوه. الله يجزيك الخير ابو محمد. الله يسلمك. الله يحفظك، الله يسعدكم. هاي الاسعار اليوم بالسوق يا شباب. عندنا يا شباب ثلاث عجلات. ما شاء الله تبارك الله صار علينا بازار عند اخونا ابو عدي. عندنا ثلاثة يا شباب انباعن ب 1800 دولار، مو 1800 دولار اخوي ابو عدي؟ 800 دولار. ما شاء الله تبارك الله. 5 ملايين و7 مليون. بس بضاعة ذهب على السوق. اي والله والله كويسات ما شاء الله. رز الاصلي. الشباب اللي يسلمون بالتعليقات عن العجلات اللي عمرهم بس 6 شهور. هاي اسعارهم اليوم. اليوم السوق يا شباب اكثر الحركه فيه على العجل الصغير والعجله الصغيره واللحم، يعني بقر الحليب اليوم البيازير عليه يعني يمكن ما صار عليه بيازير. بشكل عام هذا السوق يا شباب، الله يجزيكم الخير ويعطيكم الف عافيه.